الحقيقة يعني حياتي كلها عبارة عن دكاترة دكاترة ومستشفيات وطلبات من ناس تخص مستشفيات ودكاترة، وأنا بروح لدكاترة وولادي بيروحوا لدكاترة. بس النهاردة أنا واقفة عند يافطة الحقيقة. النهاردة مش جاية أتعامل مع الدكتور ده، مش جاية أقول لكم هو دكتور فذ ولا شاطر، أنا معرفش هو شاطر ولا مش شاطر. بس تعالى خد لنا اليافطة دي كده، دكتور سيد المر، دكتوراه البطنة، استشاري البطنة والكبد، مستشفيات جامعة الزقازيق. أنا جاية النهاردة الدكتور ده المشوار الطويل ده من الشرقية عشان حاجة واحدة بس، عشان في حد بلغني عن يافطة متعلقة جوه العيادة بتقول أخي المريض إذا كنت لا تملك قيمة الكشف لا تخجل أن تطلبه مجانا، فهذا حقك وهو واجبي، فالله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. تاني، مصدقين اللي أنا بقوله ولا لأ؟ أخي المريض إذا كنت لا تملك قيمة الكشف لا تخجل أن تطلبه مجانا، فهذا حقك وهو واجبي، فالله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. احنا جينا من الشرقية او من القاهرة للشرقية المشوار الطويل ده عشان يفتد، عشان كان كل الاحترام والتقدير لهذا الطبيب اللي انا نادر جدا جدا لما بقابل، محدش يزعل مني. حتى الدكاترة اللي انا بتعامل معاهم في منهم مش كلهم، يعني واحد زي حازم ياسين مثلا، دكتور حازم ياسين او دكتور يسر الهواري لا يمكن ياخدوا كشف من المريض، لكن في دكاتره تانيين الكشف ده مقدس، ويفضل يعمل قصص ومش قصص وبتاع، لا انت مش جاي من عند صبايا الخير، لا اصلك ما جبتش ورقه، لا اصل ما فيش امضه، لا طب خليها تكلمنا، لا طب عشان 100 جنيه ولا 150 جنيه وهو دكتور بيعمل عمليات مثلا بمليون جنيه في الشهر. لا شك ان بعض الاطباء اصبحوا تجار، لا شك ان اليافطة دي في هذا الزمن لازم نكن لها كل الاحترام والتقدير. بصوا تاني، حاطط تاني باكبر، لاتصالكم قبل الحضور الكشف مجانا لمن لا يقدر او لا يرغب في الدفع، الدخول بأولوية الحضور، من وصل اولا يكشف اولا، لا تتردد في طلب مشروبك المفضل، انت ضيفي. الراجل ده منين؟ نخش نلاقي راجل فضاء ولا راجل بجد ولا ايه؟ لا تتردد في طلب مشروبك المفضل، انت ضيفي. نعم، الباسورد بتاعت الواي فاي، عشان الناس يعني انت تدخل عشان تعمل انترنت وتطلب مشروبك المفضل وما تدفعش كشف لو مش عايز. ايه بجد ده ولا مش بجد ولا ايه؟ ها هو ازيك يا دكتور، عامل ايه؟ هو بجد اللي احنا شايفينه ده ولا ايه؟ هو بجد من سنة تقريبا. سنة؟ اشمعنى؟ اشمعنى؟ لان ده حلمنا تقريبا، ده حلم كل دكتور من يوم ما دخل الكلية تقريبا. من سنة ابتديت تعمل الكشف ببلاش؟ هي الفكرة مش بكشف ببلاش، تقريبا في دكتور، في تقريبا في دكتور يمكن في مصر كلها اللي بيعمل كشف ببلاش في وقت من الأوقات. هي الفكرة ان احنا بعد ما عملناها اكتشفنا ان في ناس بيتكسفوا، بيبقى مش قادر وبيصر ان هو بيدفع. ايه ده انا ده يبقى انا على فكرة نيتي وحشة جدا، ده انا فاكرة العكس، ده انا بقول في ناس هتبقى قادرة وهتستعبط. احنا ده الأول عملناها 3 أو 4 شهور لغير القادرين، فلقينا الناس بيتكسفوا يقولوا لا ده احنا قادرين وبيدفعوا عكس ما تصوري حضرتك. بعد كده قمت غيرت اليافطه، كتبت لمن لا يقدر ومن لا يرغب عشان اشيل الحرج عن الشخص اللي هو مش قادر. ايه اللي هو لكن ما بتحسش ان في حد جاي لك قادر وما بيدفعش؟ بحس وببقى سعيد، تضيفي بكون استضافته. حضرتك تصرف منين بقى؟ هتعيش منين انت؟ حاجه ان هقول لحضرتك حاجه، اللي هيرضيه ال3 أو 4 كشوفات هيرضى، واللي مش هيرضى مش هيكفيه ال30. فاهم حضرتك البوينت دي؟ بمعنى ان انا لو ما كنتش ما كانش هيرضيني الدخل البسيط مش هرضى خالص.
تمام. هي الفكرة بس انك تكون راضية باللي معاكي والحمد لله موجود وكتير. انا كتير كتير جدا. لا انا اشتغلت في السعودية فترة ككونسلتنت هناك، اشتغلت يمكن 3 أو 4 سنين، فبالفعل الحمد لله دخلي كويس. زائد حاجة تانية انه في مرضى بيدفعوا في الاخر، في مرضى بيدفعوا. يعني مثلا تقدر تقولي من كل 10 مرضى في 3 بيدفعوا، الثلاثة دول بالفعل ماشيين الامور كويس جدا. بالعكس يمكن احيانا الامور بتدير لدرجه ان بنشتري علاج لبعض المرضى كمان، فالامور لا بتعدي. وفي تعاون على فكره. عايز اقول لحضرتك حاجه بقى، انا اقل واحد بيدفع لسبب بسيط، انا بحول حالات جراحه لزميلي هو من المعتاد ياخد فيها 10,000 جنيه ما بياخدش فيها مليم، واحيانا بيدفع من معاه. بحول حالات للمعمل اللي جنبي ما بياخدش فيها التحليل، الصيدليه اللي تحتي بالفعل حضرتك لو سالتيه النهارده صارف علاج بحوالي 10,000 جنيه المرضى ما خدهمش، وفي ناس تانيين هيدفعوا بيه او هندفعهم انا وهو. الفكره في الاخر ان في تعاون في الخير يا فوق. خيال حضرتك الفكره مش مجرد كشف البطن الصغير. انا ليا استاذ هنا اسمه الدكتور سعد العجوز، استاذ هو وعضو مجلس شعب سابق، الراجل ده قعد 30 سنه ما ياخدش جنيه من مريض. لا الفكره مش ولدت النهارده بالفعل، ده بدايه على فكره. انا ده جيل كامل فيه خير، اصل انا بتعامل مع دكاتره يعني. انا عارف بس في جيل كامل فيه خير. انا لسه مكلم حالا فريق اسمه فريق ده، في كشوفات ب 500 جنيه، كنت لسه عند دكتور امبارح بياخد 500 جنيه وبياخد 100 دولار من الاجانب. يعني كان عنده واحد سوداني، انا دخلت دفعت 500 جنيه والسوداني دفع 100 دولار. انا كان عندي مريض سعودي من كام يوم جه، هو كان كشف عندي في السعوديه فجه هنا ومصر يدفع، قلت له لا انت ضيفنا المفروض ما تدفعش. يعني كانت برضه خناقه بيني وبينه وانا بعتبره ضيف، انا عايز اعرفه بجد ان يعني احنا كمصريين لا معلش يعني احنا عندنا علم كافي والحمد لله مش محتاجين تمام، فنقدر ندي. لا نقدر ندي كتير. انا بقول لحضرتك في جيل تاني هتبهري بيه، في جيل عامل معمل خيري كامل، معمل اسمه حياه، في شباب في صناع الحياه مليين مصر خير. رساله الخير حضرتك بتشوفه في كل مكان، حضرتك مثلا يعني ما شاء الله الخير في كل مكان، مش قاصر على شخص خالص. انا بحييك والله وشايفه لا يعني ان ده مش عادي قوي، يعني ده مش عادي، ويمكن الناس اللي هتشوفنا هتعرف ان هو مش عادي. وبعض الاطباء اصبحوا تجار جدا وما بيهمهمش، يقول لك ما معكش ما يلزمكش، وبيمشوا المريض. وفي مستشفيات انا بتعامل معاها كبيره جدا 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 ما بترضاش تدخل المريض غير لما بتاخد ديبوزيت كبير جدا جدا، وساعات بيطردوا مرضى بره المستشفيات لما يكون ما فيش فلوس نكمل. ف ما احنا علينا نغير المفهوم ده ونقدر نغيره، نقدر نغيره جدا. اهم حاجه قلتها، قلت لي انا لو رضيت يعني لو ما رضيتش ب4 مش هرضى بال30، هي مساله رضا بالرزق اللي ربنا بعته فعلا. بس على فكره برضو للمره اكيد ايمانا منك انك لو عملت خير ربنا هيديك برضو. جدا 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 بتحسي فيها بركه ما تتصورهاش، بركه في حياتك كلها، تحس ان حياتك جميله، تحس ان العربيه انت مش ماشيه عادي، العربيه كانها بتطير وانت ماشيه، فاهمه الجمله دي حضرتك؟ تحس ان حياتك فعلا كلها خير من حواليها، ده شيء جميل جدا. للمره الاخيره انا مش لوحدي، ده في ما يقرب من 12 زميل طلبوا مني اليافطه دي وطبعوها وحطوها في عيادتهم. الخير منتشر في مصر كلها على فكره. زقازيق برضو؟ دي وفي مصر كلها. لا انا يعني ليا بعض الفولورز على الفيسبوك اكونت بتاعي مشينا في الخير ده وعملنا. لا يعني مين حاطط اليافطه دي غير حضرتك؟ دكتور ايمن عبد الرحمن ده استاذ هنا اندوكراين، دكتور محمد جابر برضو اندوكراين، دكتور محمد هنا. دول في زقازيق موجودين، وجراحه جميل، جراحه موجوده كتير جدا. هي الفكره بس ان احنا ننشر الفكره، يعني بس على تختار الفكره صح الكل بيقلدها والكل بيعملها. لكن تاني هسألك، مفيش حد بيبقى بتحس ان هو قادر وجاي مش عايز يدفع؟ بحس وبكون سعيد، بحس انه ضيفي ساعتها بقى انا استضفته. مبحسش ان هو بينصب عليك او بياخد مكان حد تاني. زي ما حضرتك صليتي من شويه وزي ما احنا بنصلي وصايمين النهارده، كلنا صايمين النهارده من الدين، ان الضيف اللي جاي لي ده اكرام، وده دين على فكره، ده دين، دي حاجه ممكن تدخل الجنه لوحدها، ان الواحد يجي له ضيف غني غني جدا كمان وانه يستضيفه كويس. زمان الاعراب كان بيذبحوا، عراك بيجي له مثلا هو يعني ايه ضيف. بس انت مش فاتح عياده للضيوف، انت فاتح عياده شغل. شغلي موجود واللي جاي لضيف في نفس الوقت، ضيف دفع ما فيش مشكله، ما دفعش انا بدفع. وفي النتيجه في الاخر تكتشفي المثل العام الجميل اللي بنقول لك ايه، اللي فيها لله ما بتخسرش وما بتغرقش، اللي فيها لله ما بتغرقش ابدا، مستحيل. كشفك بكام بقى؟ الكشف بتاعي كان 55 جنيه خليته 75 تمام، بس هتلاحظي ان اوكي الاساس انه ما يدفعش، الاساسي انه ما يدفعش، انه المفروض ما يدفعش. وبيدفع امتى؟ لما يكون هو معاه وعايز يدفع. يعني بيدخل على الست اللي بره يقول لها يا هدفع او مش هدفع؟ لا خالص، لازم يكشف الاول ويمشي. يعني لو وقادر يدفع يدفع، مش قادر يدفع كشف. بعد ما يكون كشف وعمل اشعه تلوينيه وحلل السكر ووصيت على زميلي الجراح اللي المفروض ان هو ايه
يكشف عليه ووصلت عليه زميلي بتاع المعمل ووصلت عليه زميلي بتاع الاشعه وكل دول عملوا له لازم لو هو معاه ممتاز ما معهوش لا هتبرع له او هجمع له او هنتصرف الموضوع سهل. انا بشكرك جدا، انا شايفه شكر وتقدير ليك في كل حته بصراحه، يعني شايفه يوفد شكر وتقدير ليك. فانا مش يعني انا بشكرك جدا، احنا جينا مشوار طويل جدا عشان اقولك شكرا على اللفته اللطيفه دي. يا ريت كل الدكاتره تعمل كده، لان يعني لو انا بتعامل مع دكاتره كده كان هيبقى عندي تبرعات اكتر بكتير. لو في دكاتره مش هتاخد اجر او مش هتاخد كشف او مكانه، يعني الخير اشبه بالنهر كده، زي النهر بجد نعبي منه وناخد. هي الفكره الناس تقتنع، بس لو حد خبط على باب عربيه حضرتك وقال لك هاتي فلوس مش هتديله، لكن لو اقتنعتي بالفعل انه محتاج هتديله عينيكي، هتديله حياتك كلها. بشكرك جدا، كل سنه وانت ميرسي يا دكتور. يعني بيدخل الواحد على المكتب لذا زي ما احنا شايفين بعد الكشف، يا يدفع يا ما يدفعش، هو حر. ده تاني اهي، كشف مجانا لمن لا يقدر ولا يرغب، وشهادات وناس بتشكره. يا ريت الفكرة دي تنتشر، ويا ريت فعلا الناس تفهم هذا المنطق، ان هو ربنا قال كده، ان الصدقة ما بتنقصش ابدا من المال. وفكرة ان هو بيخفف الام الناس او بيعالجهم بس ببلاش، بيسيبهم هما اللي يختاروا، قمة في الاخلاق وقمة في المبادئ وقمة. برافو بصراحة. والله احنا بنكشف مجاني ما نعرفش طوالي ولا لا، يعني احنا مش نعرف، بس هو بيكشف في رمضان مجانا. راجل ما باخدش منه حاجه، لا من رمضان بس ما جيناش ولا في رمضان، لا باخدش منه حاجه. الدكتور اول مره نعرف ان الدكتور دي بيكشف في رمضان ببلاش. بشكره وبقول له اشكرك يا دكتور السيد. لا اول مره نسمع عنه صراحه الدكتور، وبعدين انا عرفت من زي من على الفيس كده ان كده، فقلت ما اجي اشوف يعني دكتور نظامه ايه وكده، فلسه اول مره اجي يعني. لا ما فيش دكتور عمل كده خالص هنا في الشرقيه، وكشف مستعجل وكشف مش عارف ايه والحاجات دي كلها، لكن ده بصراحه يعني راجل محترم وسمعته كويسه، ويعني انا سمعنا عنه كتير يعني ان هو شاطر وكده يعني. اللي انا سمعته كده ده انا حتى بقول للتمرج يعني بقول له انا هدفع نص الكشف، قال ما فيش مشاكل خالص، انت تدخل الدكتور ومش في كشف يعني مش تدفع الفيز دلوقتي يعني 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 ما اطلع بقى اشوف يعني الدكتور كويس ولا انا شكرت ولا في ايه، وبعد كده اديله الكشف يعني. ما فيش برضه خالص حد عمل كده، مش دكتور عمل كده خالص يعني. فربنا ييسر ونتعالج على ايده يعني وكده، وربنا يديه الصحه يا رب وكتر من الامثال. سامعين عليه يعني انسان يعني ملتزم وبيراعي الناس اللي يعني حالتهم على قد وكده، وربنا يا رب يبارك في صحته، ويا رب اهم حاجه الصحه دي والله، يقعدوا له في صحته وان كان له اولاد يا رب. دكتور هو اللي دلنا عليه، ولسه يعني اول كشف مع النهارده. انا كنت متابعه، وبعدين الدكتور لما لقى عندي الفيروس جه عرفنا على الدكتور ده، وانا جيت له النهارده اول ما جه له، وربنا قدمنا في الخير. احنا اصلا الناس على قد حن جزي ارزاقي اليوميه كده، وربنا يقدم ما فيه الخير. دوري هنا في العياده، انا جايه تبع مبادره رزق حلال. رزق حلال ده عباره ان احنا بنعمل مشروعات صغيره للاسر الفقيره، يعني بدل ما اديهم صدقه مؤقته ولا سلعه غذائيه ولا اي حاجه، لا ده انا اديهم اعمل لهم مشروع يكون مصدر دخل ثابت بالنسبه لهم. دكتور سيد من خلال متابعته للناس اللي هم في الف حياه ورزق حلال واحد ديت، شاف حاله الناس بتتغير، فعلى طول بيدعمنا في رزق حلال، وبقى على طول اخد تبرعات وكده. الدكتور سيد ده مبادرته في العياده ديت خاصه بيه هو بس هو بيساعد كل الجمعيه عمل خيري، هو على طول مشارك فيه. مبادره رائعه طبعا، يعني ناس كتير محتاجينها فعلا، واللي هو الدكتور سيد مش محددها بشروط زي ما ممكن الناس تعملها، بس اللي هي بتبقى محددها بشروط معينه مثلا. لا الدكتور سيد انت جيت وقلت انا محتاج، خلاص يبقى انت تدخل وتكشف، والكشف مجاني. ربنا يبارك له يا رب.
يعني انا كنت باجي كذا مره اجي هنا وابقى قاعده منتظره مثلا ان انا ادخل للدكتور سيد الاقي الناس داخلين من جوه لانهم اصلا يعني حسن الضيافه وكده عصير يجيب لهم عصير ما اعرفش ايه بيعمل لهم معامله حسنه خالص الاقي الناس داخلين خارجين من عند الدكتور سيد اللي هم بيضحكوا فرحانين يعني بروح عيادات كتير ما بشوفش المنظر ده الصراحه ناس بتبقى عندها مرض طبعا وخارجه مهمومه والعلاج هنجيبه ازاي ما اعرفش ايه لا هم بيبقوا خارجين مبسوطين لانهم عارفين ان هم حتى لو مش هيقدروا يجيبوا العلاج الدكتور سيد هيحاول يتصرف لهم فيه يجيب لهم العلاج لو ما قدروش يعملوا التحاليل الدكتور سيد هيساعدهم ان شاء الله يعمل لهم التحاليل مساء الخير عليكم يا صبايا ومساء الخير عليكم يا شباب وحشتونا جدا جدا الحقيقه ابتديت الحلقه بالدكتور العظيم ده لانه مش عارفه يعني هل ده مثلا موجود على كوكب الارض مع كل الاحترام لكل الاطباء الموجودين في مصر وخارج مصر مع بكل الاحترام مع الاطباء اللي انا بتعامل معهم انا شخصيا معلش كلمة حق يعني عملنا عمليات كتير ناجحة وعملنا عمليات كتير كويسة وحصل معجزات كتير لكن الدكاترة خدت فلوس ما عملتهاش لله في لله واللي كبر المستشفى بتاعته واللي كبر العيادة بتاعته واللي كبر المركز بتاعه لدرجة ان انا بعد ما روحت شفت الدكتور ده قلت طب وانا ليه بعمل عمليات في مستشفيات خاصة؟ أنا بطل أعمل عمليات في مستشفيات خاصة بس طبعا ما ينفعش أروح أعمل عمليات في مستشفيات حكومة يعني هبقى بموت الناس بكل صراحة معلش محدش يتضايق مني إذا كان نظافة ولا عناية مركزة ولا 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 أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ اتصلت بأستاذ كمال الشريف النهارده وهو راجل محترم جدا جدا ويمكن شايل وزارة التضامن الاجتماعي على كتفه ومعانا في الرحلة من الأول قلت له دلوقتي هو أنا ليه بكسب الدكاترة؟ يعني ليه أروح مثلا أعمل عمليات عيون في مستشفى والمستشفى دي تاخد ربح مني؟ بينزلوا لي في الأسعار جدا بس أكيد بيكسبوا. أنا عايزاك تديني مستشفى من اللي تبع التضامن الاجتماعي ونجيب فيها الأطباء دول اللي هم أحسن دكاترة في مصر بأجر ما يبقاش بقى فيه تمن فتح أوضة العمليات وتمن الممرضة وتمن المش عارفة إيه وتمن الإيه ونجهز المستشفى دي تبقى برعاية صبايا الخير نعمل فيها كل حاجة بقى العظم والعيون ده حلم اللي أنا بقوله ده حلم لأن بس إن شاء الله ما فيش مستحيل يعني الأجهزة اللي هي بيتعمل بيها عمليات العيون والعناية المركزة اللي محتاجاها عشان بعد عمليات العظم المعقدة جدا وتركيب القوقعة والحاجات اللي بتتعمل للتأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة والداون سندروم والسي بي الشل الدماغي دي ملايين الملايين لكن اقدر اعمل واحده واحده واقدر اعمل جزء جزء تقدروا تجيبوا لي اليافطه بتاعه التقرير اللي فات اللي هي مكتوبه بمنتهى الادب ومنتهى الاحترام والراجل ماشي عليها جدا ان انت لو تخيلوا ان انتوا لو دخلت وحتى لابسه ختم الماز وقلتي انا مش عايزه ادفع مش هتدفعي هي ايه بقى لاتصالكم قبل الحضور الكشف مجانا لمن لا يقدر او لا يرغب في الدفع لمن لا يقدر او لا يرغب في الدفع الدخول باولوية الحضور من وصل اولا يكشف اولا والواي فاي عشان ما تقعدش تزهق ولا تتردد في طلب مشروبك المفضل انت ضيفي اشعرت يعني ايه يعني ايه انت ايه يعني
يعني لازم نفتكره، لازم نحفظ اسمه. اسمه ايه يا جماعه؟ ايش انا عامله التقرير ده من زمان. دكتور السيد المر، انت مثال للانسانيه والادميه. تجيبوا لنا صورته فول سكرين لو سمحتوا، لازم نبقى كلنا فاكرينه، لان هو مش حاطط اليافطه دي وبس، هو بيعمل كده فعلا. وانا رحت له على الصيت ده، يعني في مرضى قالوا فعلا ان هو بيسال انت تقدر ولا ما تقدرش. وبصوا الادب، من لا يقدر ومن لا يرغب. يعني عايز يقول لك ان مش معنى ان انت مش هتدفع ان انا بقول لك انك ما تقدرش وغلبان، لا، انت لو مش عايز كمان بلاش، عشان يعني ما يجيش على كرامتك في حاجه. ارجعوا لي من فضلكم. يعني في مكان تقدر تروحه، او دكتور لما تتعب حتى لو معكش فلوس. وبيقولك ربنا كرمني جدا ومعايا فلوس كتير جدا، واشتغلت في السعوديه، واشتغلت مش عارفه فين، واشتغلت فين، وعيادته لطيفه جدا وواسعه جدا ومجهزه جدا احسن من اساتذه كتير. مش لاقي ياكل. يعني رساله الى اطباء مصر، الراجل ده يعني بالبلدي كده علم عليكم، لان انا بدون ذكر اسماء اعرف اساتذه كبار جدا انا شخصيا بتعامل معاهم، والخمسين جنيه بتبقى وجعاهم قوي لو ما اتدفعتش في الكشف. يا رب يرزقنا بني ادمين اكتر يا رب، ودعوني اني اعمل المشروع اللي في دماغي عشان يبقى مشروع خيري بجد.